قيصر مع الخيال موشي ينطلق الآن بعملية الإحماء. ما شاء الله قيصر مع الخيال موشي ينطلق الآن بعملية الإحماء. قيصر بن قيس البيداء وبنت البلال تدريب مربط الشكيب. ما شاء الله مربط الشكيب. امشي بقى معاه 100 متر. ايه امشي بيوضف. الخالد مع الخيال كريم شعبان نجم ابن الفحل سولاسكو الام جودي مالك حمودي نمر المدربين اسطبلات الشاعر شفا عمر القياده للخيال الكبير كريم شعبان حبيبي كريم. يلا محمد النادر قول الله دائما والله. مجموعة القادمة ابو الصحر كونوا على استعداد شامل رشيد وشهر والشهم حبايبنا ملاك والمدربين. جوبا مع محمد النادر ينطلق بعملية الإحماء. جوبا بن الفحل العامر لو بنت فيريفاي للمالك ابو الياس المدربين اسطبلات ابو العدنان اشراف المدرب الكبير اكرم عواودي ابو العدنان قياده لمحمد النادر. ما الا لحظات لتفتح الابواب والبوابات امام خيول المجموعه السادسه. وفعلا اخواني ينطلق الشوط السادس على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله انطلاقة موفقة للمجموعة السادسة. جوبا متصدر هذا الشوط مع محمد النادر نجم خالد بالمراتب الثانية مع كريم شعبان. قيصر بالمرتبة الثالثة يترقب مع موشي. ما يزال جوبا متصدر هذا الشوط. الخيول دخلت إلى المنعطف الأول. ما يزال جوبا متصدر بسم الله ما شاء الله تبارك الله. موشي يحاول تقليص الفارق مع على صوت القيصر. الخيول الآن ما بين المنعطفين. ما يزال جوبا مع محمد النادر متصدر هذا الشوط. قيصر يقلص الفارق شيئا فشيئا. الخيول الآن خرجت من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. جوبا ما يزال متصدر مع محمد النادر. قيصر يندفع الآن من الداخل مع موشي. ما يزال جوبا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما يزال جوبا متصدر هذا الشوط. جوبا يا جوبا 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 مع محمد النادر بالمرتبة الأولى. قيصر مع موشي بالمرتبة الثانية. الشوط مشحر والشهم يستعجلون بهذه الأسماء لإرضاء عليكم. تصفيق حار لأبو الياس مع بطل الله هذا الشوط. جوبا بنت العامر بنت فيريفاي أبو العرب علوش يتوج هذا الشوط. مبروك أبو الياس. زكفولو أبو الياس زكفولو مبروك المبروك أبو الياس مع بطل هذا الشوط جوبا بقيادة الخيال محمد النادر. ما شاء الله عليك محمد النادر. المرتبة الثانية لقيصر مع الخيال موشي. قيصر بن قيس البيداء وبنت البلال مالك عرب مدربين مربط الشكيب. مبروك المبروك مربط الشكيب مع صاحب المرتبة الثانية في هذا الشوط.
قيصر زكفولة يا عمي يستاهل. مبروك مبروك المبروك حبيبي قدار. إذن صاحب المرتبة الثالثة في هذا الشوط نجم الخالد ابن سولاسكو بن فحل سولاس جي لهم مجهودي مالك حمود النمر مدربين الصبلات الشاعر شفا عمر قيادة كانت لكريم شعبان. مبروك المبروك حمودي المبروك حبيبنا.